السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو on va corriger l'exercice 11 page 107 et exercice 12 page 108 dans le cours de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Exercice 11 page 107. Équilibre et déséquilibre. En appliquant sur les différents objets, à des objets, A, B, C, D, nos objets, de force comme l'indique la figure ci-dessous. Dans quel cas l'objet en équilibre se situe ta réponse? Et bien, c'est l'objet, à des objets, à de l'SM, comme في حالة توازن. خادع لي قوتين. إذن فيا هما la figure, l'objet, لي في توازن خادع لي قوتين مع تعليل. أي علل جوابك. إذن قبل ما نجاوبوا على الكيستيون، شوفوا شنو هو لي كونديسيون ديكيليبر. إذا كان كور أون إكيليبر، il faut que les deux forces soient le même droit d'action, la même intensité et le même et de sens opposé. Il y a un jisme qui a un fitawazon khadi ala kouwatin, fina kouwatin la huma nefs khat ta'tir, nun haya moussa'a kisan, wa nefs al-shidda. Hada huwa qanoun al-tawazon. Il y a un qanoun al-tawazon, il y a un rappel. Il y a un chou d'abord, chouffou la figure 1. Regardez, la figure 1, tallahdo bi annao fi ان هاد سيغمون فليش وهاد سيغمون فليش دو سونس اوبوزي. اذا الكونديسيون الاولى كاين هاد الكونديسيون ميم دغوا داكسيون هاي كاينه دو لانتونسيتي. تلاحظوا بهم عندهم ميم لونغور. اذا هنا كاين لوا او الكونديسيون ديكيليبر. اذا كاين ا شو البي بي نون. تلاحظوا بان هادو عندهم دو ميم سونس. اذا ما كاينش هاد الشرط. هادو تسميه شروط بالعربيه نقولوا شروط لازمه ماشي كافيه. ما تكتفيش واحد، تيكونوا ثلاثه لو ميم دغوا داكسيون اي نفس خط التاثير من حياه متعاكسان اي ميم انتونسيتي اي نفس الشده. دابا هنا تلاحظوا بان هذا راه عندهم اش عندهم ميم دغوا داكسيون عندهم ميم انتونسيتي ولكن ما عندهمش لو سونس اوبوزي. هما عندهم لو ميم سونس. اذا هاد لوكا ما كاينش. شو السي السي عندهم لا ميم تتخضع لهذا القانون وهي عندهم لا ميم دغوا داكسيون لو سونس اوبوزي. يتلاحظوا نفس الطول. اذا كاين هاد الكونديسيون ديكيليبر. نمشيو للدي. الدي تا هما عندهم تا هي لا دغوا داكسيون ميم دغوا داكسيون دو سونس اوبوزي اي ميم انتونسيتي اي ميم لونغور. تلاحظوا هي الدي. بالنسبه لاو تلاحظوا او عندهم منحيين متعاكسان ولكن ما عندهمش ميم دغوا داكسيون. اذا ما كاينش ميم دغوا داكسيون ما كاينش ليكيليبر. نمشيو لاف. عندهم ميم دغوا داكسيون ميم انتونسيتي اي دو سونس اوبوزي. اذا كاينه اف. اذا كاين ا و سي و دي و اف هما اللي عندهم هاد الكونديسيون ديكيليبر اي لوبجي اي اون ايكيليبر سور اكسيون دو فورس. إذا لوبجي اي اون ايكيليبر دونك الكا دون لي كا سو دو فورس دون لي كا ا سي او دي او اف كار لي دو فورس اون ميم دغوا داكسيون ميم انتونسيتي اي دو سونس اوبوزي. اذا هنا تيخضعوا لقوانين قوانين توازن جسم خادع لقوتي. إذا نمشيو لإكزارسيس 12 كونديسيون ديكيليبر. أن سوليد إس إي تخي ليجي. إذا هذا بالنسبة للوزن ديالو خفيف أو الكتلة ولا حتى لو بوا ديالو خفيف. أون إكيليبر إي أتاشي أ دو دينامومتر. هاد دينامومتر دي أن أو دينامومتر دي دو باغ دو فيل فيل أن أو فيل دو كوم لو مونتور سي دوسو. إذا هنا عندنا واحد الجسم في توازن وهو مرتبط بدينامومترين اي دينامومترين باغ دينامومتر باغ خيط واحد وهذا خيط جوج. بريميرمون دي تيرمين لي كاركتيز دو لا فورس اف ان اكزارسي باغ لو فيل ان سور السوليد. يعني ما هما مميزات القوة ديال اف ان اللي مطبقة على الخيط على الجسم اس. هذا هو الجسم اس
اذا هنا نبحثوا على لي كاركتي مميزات. اش قلنا على المميزات؟ المميزات هما بوان دابليكاسيون، دغوا داكسيون، لو سونس اي لانتونسيتي. اذا ستلاحظوا بان هنا عندنا لي كاركتيريستيك ديال لا فورس اف 1، لو بوان دابليكاسيون هي ا، اي لا دغوا داكسيون سي سي دي، اي l'intensité c'est 3 newton et le sens de A vers C, de A vers la gauche d'elle comme il donne de A vers C. Il donne point d'application il y a A, la droite d'action c'est la verticale, c'est la horizontale CD, un gros la droite CD passant par A hier. Le sens de A vers C et l'intensité c'est 3 newton. Voilà, 3 newton. Elle dit F1. Donc le caractère d'elle F1, la force F1. Deuxièmement, représenter F1 avec l'échelle. Il y a un tmtil, il y a F1, un tmtil, il y a le dynamo, il y a F1, il y a le fil du dynamomètre. Là, il y a le fil juste, là, il y a le dynamomètre juste. Il y a 1 cm, 1 newton. Il y a 3 newton, il y a 3 newton, c'est 3 cm. Il y a la flèche, il y a le segment fléché, il y a 2, 1, longueur, 3 cm. إذا نمشيو هنا شوفوا الريبريزونطاسيون ديال اف ان. هاد الريبريزونطاسيون ديال اف ان ديرو في لا فيغور هنا لي بو ريبريزونتي. عندنا لي كاركتيريستيك الفو لا ريغل، خصنا لا ريغل. اذا هنا عندنا نديرو لي شيل، اذا اف ان لي شيل عندنا 1 سنتيمتر 1 نيوتن، اذا 3 سنتيمتر عطينا 3 نيوتن. اذا هاد 3 سنتيمتر هو لي سيغمون فليشي. اذا باش نديرو خصنا اون ريغل، نديرو لا ريغل، ها هي لا ريغل. ونلاحظوا بان 3 فين هي 3؟ ها هي 3. اذا هاد لو سيغمون فليشي، هاد لو سيغمون فليشي عندو واحد لي كاركتيريز. شوف لي فيكتور عندو البوان دابليكاسيون سي لو لوريجين ديال ديال هاد الفلاش. دروات داكسيون سي لا ديريكسيون ديال الفلاش. لو سونس سي لو سونس دو لا فلاش. و لانتانسيتي سي لا لونغور، هو 3 سنتيمتر. اذا نديرو هنا لا فلاش، ها هي، هادي هي اف ان. إذن هنا لقينا بأن هاد لا غوبريزون ديال إف إن. توازيامون، أفورس دوتيليزي لو دينامور دي دو، سي غراديسيون أون تي إفاسي. إذا هنا الغراديسيون مكاينينش. ديتيرميني لي كاركتيريز دو لا فورس إف دو، هاد إف دو دو لا فيل، إف دو سور لا سوليد. إذا هنا هاد التدريجات ديال هاد دينامور دو، إذا فهي مسوحة، مكايناش. إذا حنا بغينا ديتيرمينيو هاد لي كاركتيريزك ديال هذا، جيست فو تا غيبونس. إذا هنا دابا اش غنقولو؟ غنقولو تاني لي كونديسيون ديكيليبغ. إذا قالك هنا أون إكيليبغ، أشنا هما؟ قلنا في ليكزارسيس أبريسيدون بأن لي دو فورس أون ميم دغوا داكسيون، ميم إنتونسيتي. إذا هنا تغوا خاصها تكون هنا تغوا، لي دو سونس أوبوزي. إذا هذا يكون فيغ من أ لسي، هذا يكون من بي لدي. هنا ندير الكاركتيريستيك، وهنا تاني لا غوبريزونتيون ديال إف دو. إذا بالنسبة لينا حنا نشوفو اش لي كونديسيون d'équilibre. Il y a le solide S est en équilibre. Les conditions d'équilibre et d'après les conditions d'équilibre, le solide en équilibre, et d'après les conditions d'équilibre, les deux forces ont même droit d'action, même intensité et de sens opposé. C'est l'examen régional. Tu veux que énoncer ou écrire la loi d'équilibre. La même chose, إذن هي F1 و F2. دابا F1 إيكال F2 تيكال 3 نيوتن دو سونس أوبوزي. دابا نمشيو لي كاركتيريستيك، لي كاركتيريستيك هما هادو ولكن مخالفين. إذن لي كاركتيريستيك أش قلنا؟ لي كاركتيريستيك ديال F2 إكزارسي باغ لو فيل F2 سيغ لو سوليد S. عندنا البوان دابليكاسيون هي B، لا دغوات داكسيون سي CD باسون باغ B. La droite verticale, horizontale. Nous avons la droite CD passant par B. Le sens de B vers D. Et l'intensité, c'est 3 newtons. Ah, il y a 3 newtons. Il y a une condition. Il y a des conditions d'équilibre. Juste ta réponse, vous voulez la condition d'équilibre. Vous voulez bien, on a le corps en équilibre, les deux forces ont le même droit d'action. Il y a F1
égal à F de 3 newtons, et donc à F de 3 newtons. D'abord, la représentation d'ILH, d'IL, F2, de même échelle, ou à de l'échelle. Nous avons F2, voir la figure. Had F2, had la force F2, à la 3 newtons. Il aime vraiment qu'on ait de l'échelle. L'échelle, non. Il y en a de même, même intensité. Il y a comme même longueur. Il y a 3 cm. Il y a de retenir la règle. On a la règle, non. Il dit, mais 0, c'est l'origine, le point d'application, l'origine, c'est le segment fléché. Donc, on a segment fléché, mais c'est un vecteur. Il y a segment, c'est-à-dire le segment de la longueur, ou c'est-à-dire la flèche, ou le sens. Il y a une تقولوا ان فلاش دابا حنا نشوفوا حنا فلاش هيا اف 2 اذا الناس تلاحظوا بان عندهم ميم دغوا داكسيون دو سونس اوبوزي اي ميم انتنسيتي اون دي كو لو كور اون ايكيليبر اذا او ريفوار ا لا بروشين فيديو